ثلاثه اهداف، اتحاد عنابه صفر، اولمبي العناصر صفر، وداد تلمسان هدف، اتحاد البليده هدفان، اولمبي شلف هدفين، في حين تاجلت مباراتي نصر حسين داي وتقطيف شباب قسنطينه مولوديه الجزائر الى تاريخ لاحق بسبب مشاركه النصريه المولوديه والوفاق في الكاس العربيه في كاس رابطه الابطال العربيه ترتيب بعد الجوله التاسعه. مولوديه الجزائر تبقى في المقدمه ب 19 نقطه ناقص مباراه الرصيد، متبوعه باتحاد الجزائر في المركز الثاني ب 16 نقطه نقطة ناقص مباراتين، في المركز الثالث كبيرة القبائل ب 15 نقطة، المرتبة الرابعة أولمبي شلف ب 14 نقطة، في المركز الخامس في تقطيف رفقة مولودية وهران ب 13 نقطة الوفاق تنقصه مباراة واحدة، في المركز السابع نصر حسين داي ب 11 نقطة ناقص مباراة رفقة أولمبي العناصر، اتحاد عنابة ووداد تلمسان، في المركز الحادي عشر اتحاد البليدة ب 10 نقاط، في المركز الثاني عشر أهلي برج بوريريج بتسع نقاط ناقص مباراة واحدة، في المرتبة الثالثة عشر اتحاد شوية بثماني نقاط، في المركز الرابع عشر شباب الوزداد بسبع نقاط ناقص مباراة، في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير شباب قسنطينة بست نقاط ناقص مباراة، وفي المركز السادس عشر والأخير غالي معسكر بخمسين نقطة، فريق طويل من اتحاد البليدة في المركز الثاني بخمسة أهداف، في المركز الثالث نجد يزيد حمادو الهادي عادل من اتحاد عنابة بأربع نقاط، رفقة إبراهيم أو إبراهام شاوش من مولودية الجزائر، حميد برقيقة من شبيبة القبائل، وبثلاث أهداف نجد مجموعة من اللاعبين شيخ بن زرقة، توفيق شعيب من مولودية وهران، فارس جبل خير، نور الدين بها من مولودية الجزائر، نبيل حماني من أولمبي العناصر، سمير عليش من فريق نصر حسين داي، وفارس فلاحي من أولمبي الشرف نصر حسين داي، اتحاد البليدة مولودية وهران، وداد تلمسان، اتحاد الشوية، شباب الوزاد، شباب قسنطينة، مولودية الجزائر، أهلي برج بوعريريج، واتحاد عنابة، شبيبة القواعد، 25 انتصارا تعادل و 12 فوز خارج القواعد لحد الآن، الأهداف المسجلة وصل عددها 148، الأهداف التي سجلت خارج الديار هي 92 هو 92